حاجه مختلفه. اعتقد شفتوا الاستاذ خالد وهو بيدرب في المحافظات. احنا عندنا حاجه بنسميها التامين عالي جدا، دربنا مراكز الاسئله، دربنا الاعضاء الفنيين، دربنا اعضاء الامن. لان هيبقى في على الاقل 5 اعضاء امن كل لجنه سير. خلي بالكم ان انا بقول كويس، ولرئيس اللجنه ان يرفع العدد من الملاحظين اللي معاك يزودوا الامن كده. عايز اقول ان هناك تامين زياده على بعض اللجان. هناك تامين زياده على بعض اللجان التي شهدت بعض التوترات العام الماضي، هناك تامين زياده قد نستعين ببوابات الكترونيه